جاهز لحضور معرض جلفود 2024؟ في جلفود يهمنا أن تكون زيارتك سهلة ومثمرة، لذا حضرنا لك خريطة تفاعلية للمعرض. يمكنك أن تجد الخريطة على موقع جلفود، حيث كل شركة لديها رابط لموقعها على الخريطة. يمكنك أيضاً أن تجد الخريطة على تطبيق جلفود، أو يمكنك زيارة map.gulffood.com. لتستكشف الخريطة، يمكنك أن تنقر على أسماء الشركات العارضة لتفتح صفحة المعلومات الخاصة بهم. يمكنك أيضاً البحث عن الشركات باستخدام آلة البحث الذكية في أعلى الخريطة. لبحث بشكل موسع، استخدم فلتر الفئات، ثم اختر فئات الشركات التي تهمك، وسيظهر موقعها على الخريطة. يمكنك أيضاً أن تحفظ قائمة من الشركات التي تريد زيارتها بالضغط على زر الحفظ في صفحة الشركة التي تهمك، ثم يمكنك أن تجد قائمة الشركات المحفوظة في خانة المحفوظات أو البوك ماركس. لتجد طريقك إلى الشركات العارضة أو أي نقاط أخرى، يمكنك البحث عنهم لتجدهم على الخريطة، ثم اضغط على الاتجاهات Directions واكتب اسم الشركة التي بقربك. عندها سيظهر موقعك على الخريطة وسيظهر المسار إلى وجهتك. لتجربة أفضل، يمكنك الضغط على زر تحديد الموقع على يمين الخريطة. هذا سيمكنك من إيجاد موقعك في المعرض باستخدام نظام الملاحة العالمي GPS. في المعرض ستلاحظ علامات إرشادية وستجد عليها رموزاً تفاعلية الQR Code. امسح رمز الQR Code لتجد موقعك في المعرض. يوجد أكثر من 170 فعالية تحدث في مسارح جلفود. لتتعرف على هذه الفعاليات ومواقعها، يمكنك أن تفتح نافذة الأجندة وتستكشف الفعاليات. يمكنك فلترة الأجندة حسب التاريخ أو حسب اسم المسرح. يمكنك حفظ الفعاليات ويمكنك أن تضيفها إلى جدولك، وطبعاً يمكنك أن تجد المسرح الذي يستضيفها. يمكنك أيضاً أن تضغط على مسرح معين في الخريطة لترى الفعاليات التي يستضيفها المسرح. إن كنت شركة عارضة في جلفود أو تريد مشاركة موقع إحدى الشركات، استخدم زر المشاركة لتنسخ رابط الشركة. يمكنك مشاركة هذا الرابط مع زوارك أو زملائك بواسطة الإيميل أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الرابط سيأخذ زوارك إلى الخريطة التفاعلية وسيوضح لهم موقع شركتك ليسهل لهم الطريق إليك. شكراً على المشاهدة، ونحن نترقب لقاءكم في جلفود 2024، أكبر فعالية منتجات غذائية في العالم.